سيكون نادي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات القارية على موعد مع مواصلة المسار لتحقيق النجمة الإفريقية. اتحاد العاصمة والمتوج مؤخرا بكأس الكونفدرالية الإفريقية يسعى هذا الموسم لتأكيد أحقيته باللقب بعد عبوره لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي على حساب نادي الفتح الرباطي، ويستهدف ترصيع قميصه بنجمة ثالثة. من جهته يهدف بطل الجزائر لأربع مرات على التوالي إلى قول كلمته هذا الموسم في القارة الإفريقية من أجل تعليق أول نجمة قارية في تاريخ الكتيبة البلوزدادية، وذلك بعد تأهله إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا على حساب نادي بورينجرز السيراليوني بالأداء والنتيجة. هذا وسيكون الثنائي يوم غد على موعد مع التعرف على منافسهم في مرحلة المجموعات للمنافسة الإفريقية التي توزع على أربع مجموعات من أربعة أندية، يتأهل منها الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. فهل سيواصل ناديان الجزائريان التألق وتشريف الراية الوطنية، أم أن لأطغال إفريقيا حكاية أخرى؟